اهلا بيكم في المطبخ ست البيت مع فالنتينا. النهارده في اليوم الجديد احنا عايزين نكمل الوصفات بتاع شم النسيم. في شم النسيم احنا دايما بنقدم سلطات صح، يعني بناخد عيش الطازه كده اهوت وشويه البصل الاحضر، وبعد كده بناخد الرنجه وبناخد الفسيخ وبناخد العيش كمان البريوش المعمول في الفرن اللي جنبنا صح. فانا النهارده عامل معاكم السلطات روسي عشان نفسي هنعمل كده حاجه ما بين حاجات الروسي وحاجات المصري ان شاء الله. هتعجبكم. الاول وصفه عايزه اعمل معاكم شوربه، بس شوربه ايه؟ شوربه ساقعه، يعني هنعملها ان شاء الله مع بعض. وعشان نبتدي هناخد احنا بوله وهناخد بطاطس. عندي بطاطس مسلوقه، انا سلقت البطاطس ده بالقشره، يعني زي ما دايما بقول لكم انا من روسيا صح، يعني لو انا بغلط في الكلام مثلا ما بكلمش العربي كويس، يعني انتوا على طول بتكتبوا الكومنتات على تويتر ولا الفيسبوك اللي فالنتينا عندها الكسره كده في الكلام بتاعها. ايوه نعم معلش، والله بحاول اتكلم معاكم قد ما هقدر العربي، بس معلش يعني انا روسيه يعني عايشه هنا بقالي فتره، بس لو انا بغلط في الكلام معلش سامحوني. فاحنا اخذنا البطاطس زي ما احنا بنعمل في روسيا في اي سلطه، احنا بناخد مثلا جزر وبطاطس او مثلا البنجر، بنسلق بالقشره لغايه ما خلاص استوى، وبعد كده بنشيل القشر. فانا عملت كده بالظبط، شلت القشر من البطاطس المسلوقه دلوقتي بقطعه. يعني لو احنا عملنا نفس الحاجه مع بطاطس، شلنا القشر وسلقنا، هتشوفوا البطاطس معانا هتتهرس كده، يعني مش هتكون حلوه. فعشان كده يعني اعودكم احسن في الوصفات دول تاخدوا البطاطس بالقشره وتسلقوا، بعد كده تعملوا كده تقطعوا بعد ما يتقشر تمام. فاحنا اهي بنقطع البطاطس مكعبات رفيعه عشان في قطعات هيبقى موجوده في الشوربه. اهي بطاطس داخله جوه. دلوقتي احنا هناخد المكونات الثانيه. عندي في المكونات الثانيه عندي فجل. احنا في روسيا بنحب جدا الفجل في سلطات مثلا الصيفي. احنا عندنا سلطه الحضره بنعملها ايه مثلا طماطم والخيار وفجل وخضره، يعني ده سلطه الصيفي الخضره بتاعتنا. فاحنا هناخد الفجل مثلا نقول 3 قطع تمام، وهنقطعه كده رفيع نص دايره. حاولوا تقطعوا الفجل رفيع خالص، وهتشوفوا برضو ما تشيلوش القشر عشان خاطر في السلطه دي، هتشوفوا بعد ما نخلص السلطه هيكون شكله ممتاز ممتاز ممتاز. الفجل بالقشر كده هيدي لون كده اهوت. هنحطه على البطاطس واحده كمان. مستحسن تاخدوا الفجل رفيع صغير عشان خاطر الفجل الكبير لازم نقطعه يبقى سلايسات ارفع من كده، يعني في الفجل الصغير هو دايما طعمه احلى شويه، يعني مش شديد الطعم، بس يعني كل واحد حسب اللي هو بيحبه. لو مثلا بتحبوا الطعم الشديد مفيش مشكله، ممكن ناخد الفجل حجمه كبير، هتشوفوا طعمه هيبقى مختلف شويه عن الفجل اللي هو مقاسه صغير تمام. اهي دلوقتي احنا هنحط كل ده على بطاطس. عندي كمان هنا التركي مدخن، الديك روم مدخن، فدي برضو حاجة احنا بنستخدمها في السلطات بتاعتنا. بندخل اللانشو في السلطات مع الخضرة مع البطاطس مع كل حاجة في روسيا، دي حاجة مشهورة جدا. فاحنا هنقطع التركي برضو مكعبات زغنطوطة كده اهوت. فالشوربة دي
احنا ممكن نسميها شوربه او ممكن نسميها سلطه حسب قد ايه انتوا هتزودوا لبن رايب، عشان الشوربه دي بتتعمل بلبن رايب. احنا مش هنحطها على النار خالص خالص، تمام؟ زي ما انتوا شايفين انا بقطع التركي مدخن قطعات رفيعه كده اهوت، برضو هنحطها على السلطه، تمام. دلوقتي هنزود على السلطه كمان، فهناخد دلوقتي الخيار، تمام، وهنقطعه رفيع كده اهوت. عايزين الخيار نقطعه شرايح رفيعه خالص خالص. صدقوا الشوربه صيفي كده في الحر، يعني لو مش دلوقتي ممكن في الصيف مثلا، وانتوا في الساحل مثلا او في اي مصيف في اي مكان، عشان الناس اللي بيتفرجوا علينا مش في مصر بس، في السعوديه كمان وفي لبنان وفي سوريا وفي حتت كتيره جدا. تسلم ايديكم عشان انتوا بتتفرجوا علينا، ويا رب ان شاء الله بتنفذوا الوصفات بتاعتنا. فتخيلوا انتوا في الصيف مثلا في المصيف، الدنيا حر والبحر والاولاد بيرجعوا من البحر والدنيا حر قوي قوي قوي، فاحنا ممكن نعمل الشوربه دي وهتشوفوا طعمها حلوه جدا ان شاء الله هتعجبكم. وفي نفس الوقت هي سهله وصحيه جدا، عشان لبن رايب دي حاجه فعلا صحيه جدا، بتساعد المعده وبتحسس كمان على فكره. يعني السلطه دي ممكن في لو واحد بيعمل رجيم، دي السلطه دي او الشوربه دي ممتازه 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 اهي. قطعنا كده اهوت شرايح رفيعه زي ما احنا قلنا. احنا هنحتاج على الكميه دي مثلا 2 قطع من الخيار، هنحط على شوربه كده اهوت، تمام. دلوقتي هناخد البيض، يعني زي ما انتم شايفين الشوربه دي وجبه في كل حاجه، في المكونات فيها اللحمه عشان فيها الديك رومي مدخن في اللانشون، في عندنا بيض، في عندنا كمان الخضار زي ما انتم شايفين، في بطاطس، في كربوهيدرات، بس يعني التوازن بتاعته مظبوط جدا. وفي كمان لبن رايب زي ما احنا قلنا، دي حاجه صحيه جدا. احنا في روسيا بنعمل الشوربه دي في الصيف، ما تفتكروش اللي احنا عندنا في روسيا على طول تلج، لا، هو تلج مثلا قد ايه؟ 9 شهور في السنه بس، ولكن عندنا 3 شهور في السنه في عندنا حر، مثلا نقول شهر في الصيف حر قوي في السنه كلها، فاحنا عندنا الوصفات دي احنا بنعملها. اهي بنقطع البيض قطعات رفيعه كده، وهندخلها على الشوربة. الشوربة دي اسمها أكروشكا. الأكروشكا الوصفة الأصلية بتاعتها بتتعمل مع نوع من مشروب، ما فيش فيها الحميرة ولا أي حاجة، ما فيهاش الحمرة فيها، بس النوع من المشروب ده بيتعمل من قمح، بيتاخد العيش أسمر وبيتطبخ بطريقة معينة وبيعمل المشروب. فالوصفه دي اسمها اكروشكا، احنا في روسيا بنعملها بالمشروب ده او باللبن رايب حسب الناس عايزين يعملوا ايه. انا بحبه كده وكده، يعني اولادي مثلا بيحبوا جدا المشروب بتاعت العيش، هو طعمه غريب شويه بس يعني هو مش مسكر، يعني مسكر حاجه بسيطه بس، تمام. ادي حطينا البيض على الشوربه، فاضل عندنا نحط الخضره. الخضرة هنحط ايه؟ هنحط على الشوربة بتاعتنا هنحط الشبت وبصل احدر. عندي
هنا هوت شبت شكله جميل قوي. برضو اي خضرة هي كويسة لينا جدا. تمام، هناخد الشبت نقطعه رفيع كده، كمان ناخد بصل اخضر. وبصل اخضر طبعا مهم جدا في شم النسيم. احنا بنقول احنا بنعمل النهارده وصفات تنفع في شم النسيم لما مثلا عندنا ضيوف، صح؟ فهناخد بصل اخضر نقطعه كده اهوت، برده نقطع رفيع، كله يعني الشوربه دي زي ما انا بقول لكم احنا ممكن نسميها شوربه او ممكن نسميها سلطه، وحسب الكميه اللبن الرايب انتوا هتحطوها. لو لبن رايب كتير هتطلع شوربه ساقعه، زي مثلا شوربه جاسباتشو، فاكرين احنا عملناها مع بعض شوربه برده ساقعه وما مش محتاجه تبيخ خالص، مجرد اسير طماطم وشويه مكونات تانية. اهي حطينا كل الخضرة على الشوربة. احنا دلوقتي هنحط عليها شوية ملح بسيطة، تمام، وناخد لبن رايب كده. عندي هنا نص كوب. ونخلط المكونات كلها على بعضها. لو عايزين ممكن نزود شوية لبن رايب تاني. اهي واخر حاجة هنقطع شوية شبت هنحطه على الوش كده. كده الشوربة بتاعتي الساعة جاهزة، اسمها اكروشكا. احنا بنعملها في السيف عندنا في روسيا، وممكن تنفع عندنا في السلطة، او ممكن في السيف نعمل الشوربة الساعة كده اهوت. ان شاء الله هتعجبكم. احنا هنطلع فاصل سريع، هنرجع هنعمل وصفات تنفع عندنا في شم النسيم. خليكم معنا.